نجمة سورية من العيار الثقيل، ذاكرتها مرتبطة مع المشاهد السوري والعربي بشكل وثيق، لدرجة إنه لما بينذكر اسمها مقابل اسمها ما منقدر إلا نحترمه. مقابل اسمها الاحترام لشخصها وللفن اللي بتقدمه ولأفكارها ولشخصيتها. بعدها نضرة وبعدها الضحكة على وشها وبعدها متفائلة. ضيفتي اليوم النجمة السورية نادين خوري، رح نحاورها ونشوف بشو عندها أمل. يسعد مساكم. النجمة نادين خوري والأستاذة الكبيرة، برحب فيكي بحلقة جديدة من في أمل. شكراً، شكراً مدام أمل. شكراً، تسلميلي. تسلميلي. أول شيء لما بواحد بيطلع فيكي، حضرتك بتفرضي احترام من نوع معين ما موجود عند كثير ناس، احترام وهيبة. هدول كأن بيعطونا فكرة أو لمحة عن طفولتك كيف كانت. كنتي فعلاً هادية؟ هذا الصبر من وين جاي؟ هذا التوازن وهذا الشيء الكلاسي يلي انحكمتي فيه بفترة من الفترات بأدوارك وأديتيها بطريقة ساحرة وعملت لك خصوصية حتى كممثلة. هاي أنتي؟ كيف كنتي أنتي وطفلة؟ هلا نفس اللي أنا عم بوصفه بالطفولة، مثل ما تفضلتي حضرتك بالطفولة. دائماً الطفولة منعرف أنه هاي الحالة فيها براءة كثير. صحيح. يعني الطفل لسه ما بيكون يعني متعرف على معالم الحياة، على المحيط اللي عم يحيط فيه بحياته، بيكون جداً رقيق، فالبراءة بتظهر عليه للطفل. لطفولتي ما كانت بتصور بتشبه طفولة ناس لعبوا بالحارة عاشوا مثلاً. ايه يعني عاشوا الطفولة باللعب مع رفقاتهم بالحارة. انتي حضرتك ما عشتيها؟ لا والله أنا ما عشتها. لأنك الوحيدة، لأنك البنت الوحيدة. لا الحقيقة نحن أنا مو بنت وحيدة. إيه؟ يعني إحنا أربع بنات وشابين. إيه؟ بس أنا أصغر وحدة بين الأولاد يعني. لأنك الصغيرة كانوا يخافوا عليك. نعم. لأنك الصغيرة بالبنات كانوا يخافوا عليك. هلا مو بس لأني صغيرة مدام أمل، هو القصة إنه البيئة اللي أنا عشت فيها الأسرة. شو كنتي عم تحلمي هون؟ ما بعرف شو كنت عم بحلم. البيئة اللي عشت فيها كان فيها شيء جدي. يعني ما كان بيسمح لك لأنك أنت تعبثي أو تلهي بأي مكان. فكان الأسرة، العائلة، الأهل قائم كل جلساتهم على الحوار والحوارات الثقافية. يعني حتى كان بيتيحوا فرصة لأصغر فرد بالعائلة أنه يبدي رأيه، فهذا كان أمر كتير شرعي وطبيعي. فيبدو هذا الجو أكسبني شيء من الجدية، أكسبني شيء من أكسبك بالمقابل احترام لرأي الآخر؟ الإنسان ابن بيئته مثل ما بنعرف كلياتنا، فأكيد البيئة أثرت بهي الحالة، بحيث أنه راح الجانب اللي هو الطفولي اللي أنت بتعرفي أنه بيلعبوا مع بعضهم الأطفال، بيعيشوا مع بعضهم. أنا ما عشت هاي الحالة، أنا عشت الحالة الجدية. حتى ما أقول أني يكون كتير يعني بعيدة عن الواقع، لا، أنه بيتخللها، بس مو مثل طفولة أي حدا آخر عاشها برياحة. أنا عشتها ضمن هذا الجو. طبعاً أهلي مو معناتها ما بيمزحوا أو ما بيحبوا المرح، أكيد لا، لأنه شوي تاني حتحسسني مو لهالدرجة. يعني رح تبكي شوي تاني. الوالدة ماسكة كتاب بما أساب صار عرفتي. لا مو لهالدرجة طبعاً، بس أنه الجانب الأكبر الطاغي على الحياة كانت من أنا وصغيرة هو الجدية، هو اعتماد ثقافة الفكر، الأدب، الحوار. هذا يعني كان الأساس. الجو الثقافي خلاكي تتعلقي بالكتاب لحديت هلا، صحيح ولا لا؟ اي حقيقي. حقيقي. وخلاكي حتى تتابعي اي حركه ثقافيه بالبلد. يعني هذا بتصور بدل لك. انا طبعا ما لي خرجت معهد الاوقات اللي انا بلشت اللي شغل كنت انا ما كان في معهد. اي وفي اساتذه طبعا قبلي كبار. صحيح. مهمين هن من اعمده الدراما السوريه، كمان هن مخرجين معهد. يعني بتصور المعهد ما بيخرج موهبه، يعني إذا ما الإنسان عنده موهبة بالأساس ما ممكن المعهد أي يخرج له إياها، لكن ممكن يثقفه، ممكن يعلمه، ممكن يعطيه الأساسيات للعمل التمثيلي. فيما بعد صفة يعني أنا بالنسبة لي اجتهدت أنا على حالي، أو حاولت، حتى ما أكون أنا بمرحلة عم أقول فيها أنه عم بتشوف، حاولت ولحتى الآن أتعلم من عمل لآخر. طب قبل ما نوصل لهي المرحلة. نعم. قبل ما نوصل لهي المرحلة. نعم. جايين لها،
نرجع شوي، اول مره بطفولتك اول لعبه لعبتي فيها شو؟ كان عندك العاب؟ كنتي تعملي مسرحيات مثلا؟ لا. طب التمثيل هذا من وين اجاكي انت صغيره؟ حسيتي انه انت لاحقا بالكبر رح تنتمي لهذا العالم ولا العالم اخر؟ هلا انا من قبل من ايام الابيض واسود عنا بسوريا بشكل لا شعوري ما كنت لسه كان بعدني عمر صغير يعني طبعا كنت تابع الاعمال الابيض واسود كثير مثل حاره القصر يعني الاعمال القديمه سعد الوراء كنت تابعهم تابع مو بس العمل تابع حركه الممثل تابع حوار الممثل تابع كثير شيء له علاقه بالممثل بس انا بقول لك بوقتها ما بعرف ليش تمام يعني انا كنت تابع بمنطق الطفله عم تتابعيهم بمنطق عم تابع بس انا ليش عندي هذا الشغف ما بعرف طبعا تمام لانه فيما بعد صارت القصه مو انه انا رحت باتجاه او عندي طموح او عم ارسم او خطط انه انا بدي اصير ممثله لا ابدا تمام. ما كان هذا يعني طموحي امتى اول اشاره اجتك ان كان بالطفوله الاولى او بالمراهقه امتى اول مره اجتك اشاره انه انت رح تكوني بهذا العالم يوما ما خاصه انه انت كنتي مخيره او حابه يا ادب عربي يا هندسه ديكور ايه يعني انا اكثر شيء كنت ميالة للادب العربي انه انا على اساس خلاص بدي اخلص بكالوريا وبدي ادخل الجامعه ادرس ادب العربي تمام. لانه بحب اللغه العربيه طبعا انا بهالفتره كنت بقدر اقول انه هاي الفترات اللي انا مريت فيها قبل دخولي لعالم الفن فترات تسليه يعني منها كان في اعلانات تتصور صورت اعلانات وهي شيء من الماضي يعني هي او قبل التمثيل بكثير ايه ما اعترضوا اهلك على تصوير الاعلانات لا ما اعترضوا يعني لانه هو مجرد تسليه يعني ما في شيء يعني انا مالي راسمه لهذا الموضوع أوكي. حتى اشتغلت ادوار كثير صغيره وهامشيه بافلام سينمائيه ايام اللي كان القطاع الخاص نشط يعني فادوار كثير بسيطه ومتفاوته باهميتها ويعني انه مجرد نعم تسلى لبين ما انا اصير بالجامعه كل هذا كل هاي الفترة ما في عندي حلم له علاقة بالتمثيل حتى لما مثلتي حتى لو مثلت هالأدوار الصغيرة كان لساتني أنا يعني ما مو كنتي أخذتيها أنت على مبدأ التسلية بس أنا لبين ما خلص بكالوريا فقط لا غير إنه أنا مؤقتا هون وبعدين رح أكون بالجامعة عم أدرس أدب عربي هذا الهم الأكبر بالنسبة إلي والطموح الوحيد تمام أول عمل بشارك فيه بحس فيه بالمسؤولية وبكتشف انه انا هون بعالم الفن هو بفيلم حبيبتي يا حب التوت تمام مع المخرج مروان حداد هذا انتاج المؤسسه العامه للسينما كان بيشارك البطوله فيه الاستاذ عبد الهادي الصباغ الفنان الكبير الاستاذ عبد الهادي الصباغ بنوجه له تحيه حب واحترام كبيره نعم بهذا العمل الحقيقه لما استلمت النص هلا هون كان اول مره بلعب دور اساسي وبطوله يعني الادوار اللي سبقت كانت كلها ادوار لقطة صغيره لإلك نعم. وللاستاذ عبد الهادي الصباغ لانه هي القصه لها علاقه بالريف فهي لابسه ثياب الريف يعني. ايه تمام بهذا العمل الحقيقه حسيتي بلشت احس بالهم ايه هون بلشت احس بالهم واسال حالي ليش مهمومه ما عم بقدر نام بدي احفظ حوار بدي كذا يعني شخصيه فيها شغل هون لما بلشت اتعامل مع الكاميرا بلشت اكتشف انه انا مكاني هون هلا بعدين من عمل لاخر من عمل لاخر اكتشفت تماما انه انا مكاني هون رجعت بذاكرتي انه انا ليش كنت عم تابع الاعمال ابيض واسود اوكي هذا باللا شعور اوكي يعني عم تابع عمل ممثل باللا شعور انا عم خطط طبعا بتصير مع كثير ناس انه بيكونوا عم يفكروا انه بدهم يدرسوا او يختصوا بامر معين بيكون طريقهم مختلف بالضبط فانا وحده من هدول الناس هو قدر وكل واحد فينا جواته قدره هو ونحن ما بنعرف مسيرون يعني بسن السبع سنوات صار عندك هزه إنسانية كبيرة كتير لابد إنه نحكي فيها وهي فقدانك لوالدك نعم كيف بنت سبع سنين تستقبل خبر فقدان والدها وهي بحساسية حضرتك وبوعي حضرتك مثل ما تفضلتي مدام أمل يعني أنا ما بقدر إلك إنه بوقتها بحمل حساسية ولا بقدر إلك إنه أنا كنت واعية للأمور عمر سبع سنين لكن الفقدان هو فقدان هرم كبير بالعائلة يعني أحد أعمدة الأسرة الأب طبعاً. فأنا الفقدان أكيد بيعني لي شيء كتير كبير لكن بقدر أقول لك بهذا العمر ما في إدراك كتير كبير إيه بس أكيد حزنتي طبعاً. أكيد طبعاً أكيد بالسبع سنين ما حتعرفي مفهوم الموت بس شو هو اللي بس لا يعني حاول أوضح صورة بوجود والدتي وجود أخي أنطوني اللي هو أنا عشت معهم بعد وفاة والدي تمام.
كان أخي بيمثل أبي وأمي وأخي وصديقي وكل شيء بحياتي. تمام. يعني عوض لي وجوده، عوض لي، فما كان هذا الفراغ اللي هو كمان من قلك الله يرحمه. الله يرحمه، مات من سنوات قليلة. ايه وربوكي اخواتك الشباب يلي هن يعني كان توني والاستاذ جورج اللي اكبر، جورج اللي اكبر واللي هو كان مدير قصور الاضاءة، كان هو من احد مؤسسين لمؤسسه عامل السينما. طبعا توفى بال 12، هو الغالي اللي انا بقول، مو يعني ما بقول توفى، يعني الغالي انطون بال 16، باواخر ال 16 توفى. هون كان هون كان الاثر الاكبر الحقيقه. شو هو؟ بس ما بدي اتجاوز لك اسئلتك وحواراتك. لا هو هذا يعني بس بدي اعرف اثر غياب مثل ما ذكرت لك اخوكي توني عن حياتك. مثل ما ذكرت لك مدام امل، لانه بيمثل الاب والاخ والصديق والصديقه حتى، يعني ما في شيء بيني وبينه غير محكي، ما في شيء بيني وبينه مخفي ابدا. فكان هو انسان جدا علماني، جدا متطور فكريا، ادبيا، ثقافيا، جدا مطلع. يعني حتى بتذكر في مرات لما كنا ان شاء الله الايام جايه بتجمعنا عن جديد نصور سوا، بين كل مشهد ومشهد يجيك اتصال منه او انت تتصلي فيه، تغديت، كان في هذا التعلق دائما، التعلق الغريب بالضبط والتعلق الغير طبيعي. يعني انا والدتي بال 99 توفيت، فطبعا مثل ما ذكرت لك انه وقت توفى الوالد كان في اخي انطون والوالده، تمام، عوضوني. وفاه الوالده ب 99 كمان فقدت شيء من حياتي، لكن اللي عوضني هو اخي انطون. بال 16 باواخر 16 لما توفى اخي انطون، هون كانت يعني الهرم الاكبر اللي هو الجدار الاستنادي اللي انا بستندي عليه بحياتي الفنيه والاجتماعيه والانسانيه. هو كان هو، فهون كان في عندي فعلا. كيف طلعتي منها؟ كيف تجاوزتيها؟ كيف تجاوزت الحقيقه؟ من خلال بعض المحبين، من خلال بيجوا على هيئه بشر، هن ملائكه مرسلين من عند رب العالمين، لحتى يوعوني، لانه يعني وصلت لمرحله اكاد افقد عقلي يعني لهذا الامر، لانه نحن عايشين لحظه بلحظه. مثل ما تفضلتي دائما الاتصالات، اذا كنت انا بالعمل، اذا كان هو مسافر دائما في اتصالات للاطمئنان. هذا التعود، التعود بحياتنا الحقيقه هو اللي بيمارس ضغوطاته علينا. تعودنا على الناس منحبهم، لكن ايمتى منحس بمراره الامر؟ وقت اللي بنفقد الشخص. بتخافي تتعلقي بحدا كرمال هيك؟ بعد انا يعني بتصور يمكن حزت، يمكن حزت على سقف الحزن عندي بفراق الغالي أنطون، لأنه أنا ربياني على إيده، فكان هو بيعني لي كل شيء، بيعني لي حياتي كلها. يعني حتى بالأعمال الدرامية كنت أنا أخذ رأيه، استشف رأيه من خلال النص. مين أخذ مكانه هلأ بحياتك؟ نعم، في حدا أخذ مكانه بحياتك؟ لا أبدا، حتى كصديقة أو حدا؟ لا لا لا، ما حدا، لا ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي؟ لا أبدا أبدا أبدا. قلتي بيوم من الأيام بتصريح من تصريحاتك جملة ساحرة، أنه الفن طلب إيدي وأنا وافقت. هل هذا تبرير أنه أنت من أحلى الصبايا وأجمل الممثلات السوريات؟ من أجمل الممثلات السوريات. هل هذا يبرر أنه أو جواب منك أنه لذلك أنا لم أتزوج ولن أتزوج؟ لا، هو مدام أمل، هو القصة، أنا طبعا بعد ما حكيت هذا الموضوع بلقاء، بعض الناس فهموا حالتي تشوف. هي مو تشوف، هو حقيقة أنا ما كنت عم برسم لصير ممثلة، تمام، يعني ما كنت ملاقي حالي بهذا الموقع. فأنا سميت الفن عريس طلب إيدي. ليش؟ لأنه أنا ما كنت رايحة بهذا الاتجاه، فهو طلب إيدي، هو استدعاني فعلا، الفن ايه استدعاني فعلا. بعد ما اشتغلت بشكل أساسي ورسمي، بلشت احس انه هون موقف فعلا هو الفن طلب ايدي، يعني سميته عريس طلب ايدي لانه هيك. هلا بعض الناس فهموه على انه انا تشوف، ليش ما انا رحت باتجاه الفن؟ هو هي الحقيقه اللي صارت. لا، والفن يعني لحقك والنجوميه لحقتك، هي الحقيقه، هذا الواقع. خبرينا عن هي الصوره. هي بالفترات اللي ذكرت لك، البدايات، بالبدايات بالادوار الثانويه الصغيره، هي يمكن ب
فيلم يعني زواج على الطريقة المحلية بفتكر، على هو ما عم بتذكر، قديم جدا يعني، هاي بال 75 كنت لسه انا مالي داخل الوسط الفني. ايه كان بدأ يعني هيك مثل ما قلت لك، سميت لك تسليه، عم بتسلى هون دور هون دور لبين ما يصير وقت الجامعه. هاي الصوره الثانيه من مسلسل سيف بن زيزن مع المخرج مأمون البني. عم تقولي هاي الصوره بسنه ال 75، هلا الناس عاده بيحسبوا لك، نعم بيحسبوا لك، ما بس لإلك بيحسبوا العمر، يعني بيحسبوا انه قالت سنه ال 75 بالصوره معناتها هلا عمرها شي 25. لا يا زلمه، عمرها بيجي من فوق ال 27. لا طولوا بالكم، مبينه صغيره يعني، انا من 18 16 مدام امل من 16 و 17 دخلت الوسط الفني. فحضرتك متوازنه مع مساله التواريخ. لا ما في مشكله، لا ما في مشكله، لانه انا بقتنع بقصة كل عمر له قيمته له حلاوته، فما فيني أنا أتنكر لحالي وأتنكر لذاتي بأنه أنا بعمر لازم أصغر، لا أنا هذا واقعي، هذا عمري أنا بفتخر فيه، حتى تجاعيد وشي بفتخر فيها، يومي اللي بتختفي تجاعيد وشي يشغل بالي، لأنه هذا تاريخ لازم يظهر. طب عكس كتير سيدات عم تحكي هلأ، أنتي ما بتمنى اتنكر لحالي انت أبداً. ولا غزه بوتوكس، لا ولا بقبل، ولا بقبل، ولا ابدا، ولا بقبل ابدا نهائيا، ولا بخجل بعمري، لانه كل عمر له جماله، كل عمر له رونقه، له حكايته، له اشراقته، ما فينا نقول نحن نصل بعمر انه خلص انتهى، لا، في على فكره ممثلين وممثلات كانوا بالاعمار الصغيره ما انشهروا، لما كبروا انشهروا، صار في عندهم شيء من الخضرمة، صار في عندهم شيء من الحضور، شيء صحيح. من الكاريزما، هذا بيكتسبه الواحد مو من الصغر، بيكتسبه على كبر، فهذا العمر ما لازم واحد يخجل منه. صحيح صحيح. شو بتهدي لتوني اليوم أو لروح توني إذا عم تسمعك؟ بهدي أغنية تقلي له إياها، إنه أنا ما بسمح أتنكر لروحه وخونا بإني ما أتذكره، وما تدمع عيني لما اتذكر حرصه يلي صنعني، قساوته صنعتني، تابعتني بمسيرتي الفنيه. هو كان انسان فيه صفات تختلف، يعني مو لانه اخي بس فيه صفات مختلفه. اول شيء هو انسان حر كثير، جريء كثير، بيحب الكلمه، بيعشق الكلمه، بحب القراءة جدا. وأنا لما تلمزت على إيديه بمدرسته، مدرسة جدا تدعو للعشق بهذا المجال، فحبيت هذا الطريق وكملت فيه. فبقول بقول له إن شاء الله ما خونك، وإن شاء الله أكون قادرة أني ضل حاملة مشعل العائلة واستمر للأمام. رح تبقي إن شاء الله، والله معك. سميلي. الله قبل البشر كلهم معي. سميلي. تفضلوا شباب. يا أعز وأطيب وأحن قلب. يا أعز وأغلى وأطيب قلب، فسر لي العالم ما شاوروا وقالوا عليك طيب، خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون
اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، واهلا وسهلا فيكي. تعقيبا على الاغنيه اللي كنا عم نقولها يا اعز واغلى واطيب قلب للفنانه الحبيبه انغام، برايك الطيبه غبا بهذا الزمن؟ يبدو بالمفهوم السائد هلا انه الطيب او اللي بيقولوا له بسيط انه هو غبي. مع انه البساطه هي من صفات النقاء والصدق والوفاء، لازم يكون في بساطه، ما يكون في خبث بالحاله. مفهوم السائد اصبح الان هيك، فهو هذا اللي بيألم كلام الاغنيه الحقيقه، يعني جاي على الوتر الحساس انه فعلا اللي قلبه طيب صار بقى هذا عم يتعيب، وهو مو هيك، بالعكس اللي قلبه طيب هلا نحن مندور عليه دواره انه وين اللي قلبه طيب؟ نلاقي حدا بعالم طيب بعالم هلأ. المصلحه اللي احنا عم نعيشها هلا، المصلحه اللي هي عمت حياتنا كلها، ما عاد في شيء اسمه قلبه طيب. فللاسف بنقول، طبعا ما فينا نقول انه ما في شيء خلية الدنيا، لا اكيد يعني بيضل في امل طالما في موجوده امل. كيف بتحمي حالك؟ كيف بتحمي طيبتك؟ شو ادواتك؟ هاد مو موضوع اني انا مثلا بعمل شيء لحتى اني احمي هذا الموضوع، لا هذا لا بقدر اقول انه متاصل فيه من نشاتي. يعني مناخ العائلي اجباري، الطفل بيتشرب كل شيء من العائله، فما كان عندي بالعائله في مشاكل او في تخبطات واراء متناقضه لحتى يكون لا إنشاء القصد الطفل. القصد انه حضرتك مالك شخص خبيث مثلا، او ان شاء الله ما تكوني، ونحن اليوم لا هلا ان شاء الله تكوني، يا ريتك تكوني خبيثه على فكره، يعني بالعكس موضه هلا صارت. بقصد انه طالما عم نحكي انه الطيب ممكن ينفهم غلط، او ممكن بالسوري يستوطوا حيطه، ينصبوا عليه كذا، يضحكوا انه طيب، او يعني صار يوازي الاجدب نتفه على نياته. فانت لما بتكوني طيبه كيف شو ادواتك انك تحمي حالك وتضلي طيبه بنفس الوقت؟ اول شيء ما فيني انا كذب على حالي قبل ما كذب على الاخر، تمام. يعني هي شغله كثير اساسيه بحياتي، تمام. انه انا مثلا بيقولوا لي انه قولي لنا رايك، انا رايي كثير واضح. يعني انا بقول دائما انا صريحه لدرجه الوقاحه. ليش؟ لانه صراحتي ما لها حدود. ما عندي مجامله. يا بيعجبني يا ما بيعجبني، يا بقول ايه يا بقول لا. فلذلك تجي صراحتي كثير حده. ما عندي توريه بهذا الموضوع اني والله بدي ساير، ما فيني ساير. فاذا انا ما بعرف ساير حالي، كيف بدي ساير الاخر؟ طيب على سيره الطيبه، الوالده الله يرحمها تعيشي، بعد ما توفت كيف صرتي تتعاملي مع ادوار الام؟ هلا بحس مختلف عما قبل لما كانت عايشه. اكيد هلا من وقت اللي كانت عايشه الحقيقه الوالده ما كانت مجرد ام بتصدر اوامر لاولادها، لا كانت صديقه معنا، كانت عايشه صديقه، تمام. ما كانت تتعاملنا على اساس اولادها، لا. هذا الشيء بيخلق بينك وبينها كثير من الحوارات وكثير من الرياح النفسيه. بشخصية الوالدة كان في شيء اسمه علم، ثقافة، أدب، هي قارئة جيدة يعني مخيفة، لكن بنفس الوقت في شيء من الطفولة بشخصيتها، لذلك بتقدر تتعامل مع كل الأعمار. الوالدة من على حياتها أنا بلشت بشخصيات الأمهات، يعني أنا بلشت مبكرا بشخصيات الأمهات، وكثير انتقدوني بعمر صغير، انتقدوني انه اشتغلتي ام لناس وكبار، يعني اكبر مني وكانوا هن اولادي، فقالوا لي انه انا حبيت غامر بهذا العالم الام. طبعا والدتي اللي شجعتني بهذا الموضوع مو بالحوار، بشخصيتها كأم جرتني الى عالم الامهات. عالم الامهات يعني عالم لا يختصر ولا يختزل ولا يقال بمئة عمل ولا بمئة الف عمل، عالم الامرأة عالم لا ينتهي، عالم غني جدا طبعا جدا. واول دور لك كأم كان بلبنان بمسلسل مع المخرج الراحل رفيق حجار، الله يرحمه، بمسلسل طريق الشوك. طريق الشوك هذا اول عمل اشتغلت فيه دور ام، هذا اول دور ام لعبته، والحقيقه بعد ما لعبت هاي الشخصيه اغرتني شخصيه الام باتجاهات مختلفه، في زوايا بشخصيات الامرأة ما بنعرفها، زاويه الام يعني تحديدا الام ما بنعرفها مخفية. فصارت تجيني العروض لأعمال لها علاقة بشخصية الأم، أذهل، أنا أذهل بالجوانب اللي ما بنعرفها، أنا ما بعرفها، بقدر أقول عن حالي
ما بعرفها صديق عليا، يعني الامرأة يلي متزوجة عندها 4 أولاد وزوجها رحل عن هالدنيا وهي بدها تعيل هالأولاد وهي خياطة، بيشوفها واحد وبيحاول إنه يعني يتناغم هو وياها بكم كلمة هيك، وهي كتير هادية ولطيفة ومهذبة، فبيحاول يغريها ببعض الكلمات يعني اللي تعتبر بالبدايات بيقولون يعني كتير خفاف ما فيهم شيء. لما بتروح على البيت تقعد بينها وبين حالها تقعد خجلانة، هاي الحالة أذهلتني، خلتني أعشق الشخصية إنه امرأة جابت هالولاد ولما واحد حكى معها كلمة لطيفة حاول يستميلها يعني، فهي حست خجل بينها وبين حالها وكأنه عذريتها راحت، شرفها راح. أذهلتني هذا الجانب جدا جميل ورائع إنه ينحكى بالدراما، فجذبتني الإمرأة، شخصية الإمرأة والأم تحديدا من عمل لآخر كل مرة بجانب. وبعدها صرتي تنوعي بأدوار الأمهات وبأدوارك نفسها، من إمرأة شرسة لإمرأة متسلطة لإمرأة شديدة الطيبة لإمرأة شديدة الإيمان، وهي مع مخرجين كبار. أنو تجربة من هدول التجارب استمالتك أكثر؟ حسيتي أنه أنت هذا العمل يمثلني فعلاً كممثلة وكحضور وكأثبات مو موهبتك أكيد، كأثبات ذات بينك وبين نفسك مدام كممثلة. أنا ما فيني حدد لك شخصية معينة. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرت أنا كل شخصية ضافت لي شيء، كل شخصية أم ضافت لي شيء، يعني وعدتني على جانب ما بعرفه. ولما ينعرض العمل طبعا العالم كمان بيشوفوا هذا الجانب اللي هو ما انعرض او ما تضوى عليه. ما في شخصية قول انه كانت متفوقة عن شخصية اخرى. ليش؟ لانه معجونة عجن مع شخصية الام بطريقة غريبة عجيبة، ولحد هلا انا عندي توق لشخصيات الامهات اني العب هاي الشخصيات لانه عالمها لا ينتهي وعالمها غني جدا. أكيد. غني اكيد، وعالم المرأة غني، فما بالك اذا مرأة وأم. إيه؟ هذا من أي دور؟ هذا أرواح عارية، أستاذة أرواح عارية للمخرج ليث حجو، نوجه له تحية. إيه. شو بتحكي لنا عن هذا الدور؟ كيف كنتي حاسة؟ هلا هذا الدور طبعاً عندي بنت وشاب. إيه؟ وكمان يعني كمان زوجة كمان غير متوفي زوجة وهي عم تعيل أولادها. يعني هي شخصية كمان من الجوانب الشخصيات اللي في جانب فيهم بتحاول انها تكون توقف مع اولادها، اولادها بتشاجروا كثير، بتحاول انها توقف بيناتهم ما يكون هذا الشجار بالعائله، يعني بتكون امراه متعقله يعني. مسلسل وراء الشمس للمخرج سمير حسين. نعم. نوجه له تحيه صديقي. وصل للايمي اووردز. نعم. تعتبري انه هو نقله نوعيه عالميه بتاريخك بالسي في عندك؟ هلا بالنسبه لوراء الشمس ما وصل للايمي اووردز اللي راح، هو وصل اخذوا الجائزه هن. ايه بس اخذنا نحن الجائزه من وزاره الاعلام هون فيما بعد يعني. كرمونا وانا حزت على جائزه بالنسبه لدوري اللي لعبته. بقدر اقول لك انه كان العمل منهك لانه انا طبعا الاستاذ بسام كوسا طبعا بنوجه له تحيه. أكيد. لعب شخصيه التوحد الكبير بس. وانا لعبت شخصيه ام لابن منغولي. ما فيك تتخيلي مدام امل قديش الامر متعب. انا ارهقت ومرضت حتى. ليش؟ لانه انت لما تتعاملي مع ممثل محترف بتعرفي انه في كيو عندك بدك تقولي عندي جمله معينه. تمام. علاء كيف كان؟ علاء كان الله يرحمه طبعا. الله يرحمه. كان هن قلب جدا نابض بالحياه جدا ويصابوا بنوبه قلبيه هن. معظم وفياتهم طبعا هي بعد دراسات من اطباء يعني اخذناها، يصابوا بمرض القلب بالدرجه الاولى. لما بلشنا نشتغل بيتنا الاساسي انا خلقت شوي هيك بيني وبينه علاقه ود لحتى يكون على الشاشه حقيقي يعني. فصار بيدخل الصبح بيقول لي مرحبا ماما، كيفك ماما صباح الخير. ايه وصلت حتى من الشاشه. ايه يعني هذا انا حاولت اعمل هذا الود بمساعده الاستاذ طبعا سمير حسين بانه قبل ما نبدا العمل يكون في شويه علاقات بيني وبينه لحتى يقدر يعني بجوز ما يحبني يعني بجوز يرفضني، فما بدنا هذا الشيء يطلع على الشاشه. ما بدنا يطلع على الشاشه. فشوي تولف علي وقت التصوير. المشكله لما انا في عندي حوار انا وياه، بمجرد ما احضنه وحطه على راسه على كتفي وقول الجمله بده يجاوبني بعدها بينام.
بعدها بينام ما بيعطيني الجملة أبدا، ما بيعطيني الجملة حنونين بشكل فظيع. فهاد أتعبني نفسيا، أتعبني روحيا، أتعبني جسديا العمل جدا. ما بيقدر يعطيك الكيو، ولما بينام وبيحس باطمئنان ما عاد يعطيك شيء، خلص غفي. فبتستنوه لحتى يفيق. فيقلي الاستاذ المخرج استاذ سمير يقلي شو عملتي له؟ قال له ما عملت له شيء استاذ، بس انا عم حطي الجمله، حطيت راسه على كتفي حضنته بس، يعني بس هيلا بس نام. لاهله الصبر والسلوان وله الرحمه من رب العالمين. بين قوسين بس للتصحيح، بانتظار الياسمين، في انتظار الياسمين المسلسل السوري المهم للمخرج سمير حسين، هو اللي وصل للإيمي أوردز فقط للهيك. شو بتخبرينا عن وحدهم، مسلسل وحدهم، عطر الشام ووردة شامية؟ كيف تميزت الأخيرة شخصياتك بكل عمل عن الثاني؟ نعم، تقريبا بنفس السنة صورتيهم. نعم، هلا بحاول أنا، لأنه بتعرفي مو شهر رمضان الكريم لما بيجي بكون في زحمة أعمال، فبتنعرض كل أعمال اللي نحن شاركنا فيها بالسنة كلها. أي تمام صح. فبده يكون عندك حرص كتير كبير إنك أنت ما تكوني عم تطلعي بشخصية عملين بيشبهوا بعضهم، شخصيات بيشبهوا بعضهم. فبحاول قدر الإمكان أتلافى هذا الموضوع. بشخصية وحدهم كان مختلفة تماما مع الأستاذ نجدة أنزور، نوجه له التحية طبعا. شخصية أم عادل كانت امرأة معجونة بالصلابة، بالقرار، بالحنية، بالقوة، بالقسوة. يعني أنا عجينة شخصية أم عادل عجبتني، يعني عجبتني. فهاد بيضيف شيء لخطي الفني. شخصية عطر الشام عزمية، امرأة يعني متشوفة بين نساء الحارة، ومعتبرة حالة أنه هي بالدرجة الأولى، وكل نساء الحارة يعني هن أقل من مستواها، فدائما هي متشوفة. وقت قلت لهم باللقاء قلت لهم رح يكرهوني العالم من وراء شخصية اللي عزمية. هذا إيه؟ هذا الجزء الثالث. نعم، هذا اللي انعرض برمضان الماضي. نعم تمام. هاي الأعمال اللي أنا بقدر أحكي، وردة شامية أنا كنت ضيفة على وردة شامية. يعني هاي الشخصية لعبتها، بس لعبتها وأنا مستمتعة فيها. هي طبعا هذا العمل بقدر يعني أقول شغلة، إنه هذا العمل قبل وفاة الغالي أنطون، وعلى حياته كنت بدي أرفض العمل، وقال لي لا بتروحي بتتفقي معهم، ربطني فيه للعمل وصارت الوفاة. فأنا رحت على التصوير بأول يوم تصوير، كنت عم صور أنا دو شخصية كفني، أنا ملفوفة بالكفن. أول مشهد، أول أوردر بوردة شامية كان أنا ملفوفة وميتة ملفوفة بالكفن. وردة شامية استمتعت فيه، استمتعت مع شكران مرتجى، مع سلافة معمار، ومع المجموعة كلها، ومع المخرج تامر إسحاق كمان منوجه له تحية. استمتعت أنه الشخصية يعني وصلنا لمرحلة صرنا نعرف إنه الشخصية مو بعدد مساحة المشاهد، وإنه من الحلقة الأولى للحلقة الأخيرة، لكن حضورك أنت بقيمتك، بنجوميتك، بمقدار أنت أعطائك للشخصية، هون الأهمية ممكن تعطي يعني بصمة بهذا العمل إنه اشتغلتي هالشخصية. هي ما كانت على مدار مساحات عديدة. ناطرين منك هلأ فيلم سينما يحمل اسم الشخصية اللي لعبتيها أمينة. نعم. تأليف وإخراج الأستاذ أيمن الأستاذ الكبير زيدان. الملك أيمن زيدان. أيمن زيدان طبعاً. أيمت حكي لنا عنه، حكي لنا عن تجربتك معه. شو اكتشفتي بشخصية الفنان أيمن زيدان غير كشريك، كممثل، كمخرج، كقيادي؟ هلأ على مدار سنوات مدام أمل، على مدار سنوات يعني شاركنا بكتير أعمال الحقيقة. زميل كتير عزيز على قلبي، غالي على قلبي، هو والنجم قاسم ملحو. اي والله تحية من ايام تصوير امينه. تمام. الحقيقه الفنان ايمن يعني الكل بيعرف عنه هذا الشيء، مو انه عم بحكي شيء جديد ولا عم ضيف شيء جديد. جدا ملتزم، جدا اخلاقي بالعمل، جدا يحترم الاخر مهما كانت مهامه. شو طلع شيء جديد من جواتك كممثلة؟ طلع كتير، لأنه أنا اكتشفت عنده كمخرج اكتشفت موهبة الإخراج، بالإضافة للشيء اللي نحن فقدناه بعالم الفن، أنه المخرج يجي يتماهى مع الممثل بيحكي بإذنه. يعني نحن صرنا بالمرحلة الأخيرة، صارت الأمور اللي لها علاقة بالملاحظات
تنحكى بصوت عالي ايه لحتى هو في احترام من مبدا انه انا المخرج هون لكن ايه صار فانت بتسمعي الملاحظات بصوت عالي الكل بيسمع هذا الشيء. الاستاذ ايمن ما تخلى ابدا ولا لحظه مو معي مع كل جروب العمل حتى مع عامل البوفيه كان جدا رائع يعني بالاضافه لروعته كفنان عريق صاحب تاريخ كبير محترم يضاف الى سجله الكثير من الاحترام لانه قدم صوره المخرج اللي بنعرفها نحن سابقا يلي هو التعامل الراقي والمحبه وبيهمه بالدرجه الاولى الممثل يطلع مرتاح تمام يعني انا اثناء الفيلم شي مرتين ثلاثه عصبت يمكن اكثر معلش سامحني فكان الاستاذ ايمن يجي يهديني ويقول لي ما منصور لحتى تكوني مرتاحه فانت هاي الذهنيه اللي عم يشتغل عليها كثير شيء ايجابي وكثير طاقه جميله وايجابيه بيعطيك اياها حدا محتويك تماما كبني ادم ما بيسمح انه حدا يتخانق مع حدا طب انت هذا الانسان اللي هو عنده هذا التاريخ الكبير على فكره اذا كان هو صرخ او عيط او قال كلام بيحق له ومع ذلك ما سمح لنفسه فانا بحييه جدا جدا من قلبي مشاركتي معه بالفيلم جدا كانت امتى حنشوف هذا الفيلم بشهر 11 ما بعرف تقريباً؟ حتى يقرروا هن هو بالدرجه الاولى بده يقرر يلا هو يا رب انا رح اكون اول الحاضرين اكيد وان شاء الله انا اكون اديت المهمه مثل ما هو بيشوفها الشخصيه ومثل ما انت بتحبي كمان نحن بالانتظار اكيد حضرتك من الفنانين اللي لم تغادر سوريا باسوأ حالاتها نحن هون ما عم ندين الناس اللي غادروا في ناس غادروا خوفا وفي ناس غادروا شيء آخر كل حدا حر بس حضرتك ضليتي هذا الإصرار من وين؟ هذا الإصرار تابع للقاعدة الأساسية اللي نشأت عليها هو مبدأ الانتماء للمكان مبدأ يعني ما يعني أنا مالي أحسن من الشهداء اللي راحوا إن كان مدنيين أو عسكريين مالي أحسن منهم أكيد 100% وأنا بمنطقة كمان المنطقة اللي ساكنة فيها على خط النار ما غادرته حتى على فكرة صورنا أعمال بالسنوات الصعبة اللي هي 12 و13 و14 كانوا السنوات الصعبة هاي نحن كنا عم نصور أعمال تحت القذائف والناس ما كانت عم تصدق نحن عم نصور أعمال دراما ما وقفت مزبوط. وهذا كان يعني حضور الدراما بهي الحالة بالأزمة مزبوط. كان شغلة كتير جريئة مزبوط. وكتير مهمة وشكل من أشكال المقاومة صورنا تحت القذائف وصورنا تحت وحضرتك بتعرفي هذا يعني الشيء هذا يعني بنشهد لهم للناس اللي ساهموا بهاي الأعمال ما غابت الدراما هلأ هذا الأمر أنا بحس حالي أنه أنا بطلع كنت على التصوير برجع أو ما برجع وبشكل طبيعي يعني ما في شيء في له استهجان أو أنا خايفة لا أبداً ما انتابني الخوف أبداً بقول لك بصدق ومن قلبي أنه أنا ما انتابني الخوف صرت أنا أقول يا ريتني أنا شهيدة لأنه بحس أنه أنا في شيء ناقصني لازم أكون شهيدة ومشاركة مع الشهداء اللي راح في سبيل الوطن من اجل تراب الوطن نحن مشروع شهاده هلا مرقت فتره وان شاء الله ما بتتكرر يا رب مينيموم يعني بقلب الشام عم بحكي انه مرقت فتره طبعًا. كلياتنا مشروع شهداء طبعًا. كنا طبعا هلا الاحوال باتجاه الافضل دائما الحمد يا رب لله. مو بس بدمشق بكل سوريا من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها نعم. لقب عزراء الشاشه صار يزعجك يعني صار ممل ايه صار كثير ما صار كثير لانه يعني تناول الموضوع باكثر من مره يدعو للملل إيه؟ ومو بس انا بمل بمل للقارئ يعني هي دعوه تابع. منك هلا للصحفيين او للاعلاميين او هي انه لما بده يسبق اسمي ما يسبق اسمي هذا اللقب لا على فكره صرت احط هذا الشرط انا صرت احط هذا الشرط لانه تمام. خلص لا بقى تتطرقوا لهذا الموضوع يعني هذا الموضوع هو خلص بينحكى مره وانتهى يعني خلص. ما عاد بقى يتكرر بقى الموضوع عايد إلي أنا شخصياً وقلته مرة وانتهى الموضوع خلاص يعني ما في داعي للتكرار التكرار ممل بكل شيء بكل شيء بس البقاء بالوطن غالي كتير وحتى هذا لا يمكن يعوض لا يمكن أن يعوض وما حدا بيحل محله وما حدا بيعبيه نفتخر أننا نشأنا على تراب الوطن في سوريا الله يحمي سوريا يا رب ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي حدا بيعبي مطرحك بقلبي طفلك قلبي تجافي حبك هالمحبة ما
حدا بيعبي مطرحك بقلبي. خبرني يا حبي، خبرني يا حبي. حبك يا هنال بكل المطار، حبك انت وراي، حبك انت وجاي، حبك يا هنال بكل المطار. طلع بعيني، طلع بعد شوي، عيوني ما بتخبي، عيوني ما بتخبي. يعطيكم العافية شباب. فاصل قصير وراجعي لكم بفي أمل مع الأستاذة نادين خوري، انتظرونا. اهلا وسهلا فيكم بفي امل بالفقرة الأخيرة. ست نادين، الشيء اللي ما معروف عنها كثير مع انه اشتغلت ادوار كوميدية رائعة بمرايا مع الكبير ياسر العظمي، الشيء اللي ما معروف عنها وراء الكواليس قد ايه حضرتك دمك خفيف وبديهتك حاضرة وحدا بتعملي جو فاني كثير، يعني عكس ما تظهرين بهذا الوقار، والوقار عكسه ليس بالضرورة انه يكون الواحد دمه خفيف أو شيء. على هذا السياق بدي أسألك رأيك بقول أو جواب جاوبه الكبير زياد الرحباني من فترة، لما نسأل أنه شو بتنصح الأجيال اللي جاية، فرد عليهم بكل بساطة قال لهم بنصحهم ما يجوا. ما يجوا لوين؟ ما يجوا. ما يجوا، ما يدخلوا على ما يجوا على الدنيا. ما يجوا على الدنيا. إيه، أنت شو بتنصحيهم دخلك؟ للجيل، للأجيال القادمة يلي بدهم يجوا، يلي بدهم يجوا على الوسط الفني؟ لا، ولا بشكل عام؟ على الدنيا. عبدني. شو بتنصحيهم؟ بنصحهم يعني لو انا ما فيني اقدم لهم نصيحه، لانه هن النصيحه بدهم يكتسبوها من الواقع ومن تجاربهم. بس بنصح بشكل عام انه ما يستعجلوا. ما يستعجلوا، ما يستعجلوا. يعني العجله دائما في وراها مطبات كثير، لكن لما انت بتعتمدي خطوات بطيئه تاكدي انت على الطريق السليم، وحضرتك انت اعلم بهذا الموضوع طبعا. بصرف النظر بدنا نعرف رايك. هلا عم تحضري شيء عمل مسرحي ضخم كبير بنحكي عنه شوي؟ يعني ان شاء الله كمان يكون هيك اقدر انا اكون يعني جيده فيه. اسمه الايقونه السوريه، مشرفه عليه نقابه الفنانين استاذ زهير رمضان، وعم تتم هلا البروفات على المسرح وتسجيلات الصوت. يعني المسرحيه انا بعد انقطاع 20 سنه عن المسرح الحقيقه، هلا بينتابني الخوف والرعب جدا من هذا الموضوع، لانه خشبه المسرح في لها ادواتها وفي لها ناسها. يعني اوبريت غنائي هو حكومي؟ هو لا، مو غنائي، هو صاير فيه مونولوجات وفيه، ما بدي انا احكي القصه لحتى لا لانه طبعاً. مو مسموح لي يعني. بس هو فيه بيحكي عن ما بين الواقع والتاريخ، ما بين الواقع والميثولوجيا، والدمج هذا الحوار. اي هذا الحوار اللي هو طبعا بيحكي عن سوريا، بيحكي عن البلد. فهذا الاخراج سامي نوفل، استاذ سامي نوفل. ان شاء الله بالتوفيق. بالتلفزيون هذا شو في عنا شيء جديد؟ بالتلفزيون هلا في عندي عمل يعني حديثا اتفقت معهم مع المخرجه رشا شربتجي، مسلسل مافيه للكاتبه كلوديا مارشليان اللبنانيه الاصل، واخراج المخرجه رشا شربتجي. هذا راح اكون مشاركه مع نخبه من ممثلين من لبنان ومن سوريا. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. لاي مدى مستقبلا نلاقي انه هاي التوأمه بين لبنان وسوريا دراميا
رح تأدي لتاريخ ولا هي فترة؟ أنا أتكلم هلأ على الأعمال المشتركة يلي غالباً ما عم تكون مبررة درامياً مثل بعض الأعمال، يعني مش مو مثل بعض الأعمال الثانية يلي بتكون مشتركة بس مبررة وبتلاقيها مقنعة وتماماً تتحدث عن الآن. حضرتك وين بهي الأعمال؟ بتشوفي إنه هاي الأعمال ستتحول يوماً ما إلى تاريخ بالمستقبل ولا هي مؤقتة نتيجة الأزمة السورية والحرب السورية؟ باعتبار إنه هي أعمال درامية معاصرة، هي ما بتصير ما بتروح باتجاه التاريخ أو ما بتنحط بمصنف التاريخ، هي تسمى أعمال عربية مشتركة. هي كتير المشاركة والتعاون بالعمل الفني يجدي للفنانين المشاركين ويجدي للمتلقي، لأنه المتلقي الحقيقة من زمان من سنين عديدة لمسنا إلى أي درجة المشاهد بيحب يشوف فنانين من مختلف البلدان العربية بالعمل الواحد. إذا ما كان في تبرير لوجود ممثلين سوريين بعمل لبناني أو بالعكس، هذا بيكون عمل تجاري، أنا هيك بعتبره. هلأ مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال عمل المخرجة رشا شربتجي، نحن عم نمثل العائلة السورية، فنحن عم نحكي باللهجة الشامية، وفي الممثلين اللبنانيين رح يحكوا باللبناني. هلا هون في مبرر لأنه النص هو قائم على القصة. لا، في كثير عائلات سوريين عايشين بلبنان عادي. ايه اكيد، بس عم بقول على الفن، يعني ايه انه العمل الفني اذا بيحمل هالشيء انه مثلا تختلط العائلة السورية بالعمل الفني مع العائلة اللبنانية، هذا صح. اما وقت اللي بيكون العمل مفبرك بحيث انه يكون الممثل اللبناني عم يحكي شامي او الممثل السوري أو عم يحكي لبناني، صار بقى هذا عمل تجاري. هي جوابا على اللي تفضلتي وسألتي. ست نادين، شو الشخصية اللي طول عمرك بتحلمي تعمليها ولحديت هلأ لم تتح لك الفرصة انك تعمليها؟ يمكن ما لها موجودة. شو الجواب الحلو؟ وبتمنى ما تكون موجودة. ليش؟ لأنه الممثل طموحه متوالد وخطواته متوالدة. تمام. وإذا أنا بدي أحلم بشخصية بدي ألعبها وصلت لهالشخصية بيوم من الأيام لنفرض، شو بعدها؟ إذا هذا يعني سقف طموحي، شو بعدها؟ معناتها انتهيت. فأنا ما بتمنى أن يصل للشخصية اللي بدي إياها. حلو كتير. ضل يكون عندي توالد بحيث أني أنا ثابر، اجتهد، ضل بموقع بعدني عم بتعلم، بعدني بمجال الهاوية، يعني أنا أهوى عملي، بعدني بمجال الهاوية، لا أفارق هذا المكان. وبالتالي بتحبي تتفاجئي بطبيعة الشخصيات التي ستلعبي؟ طبعا ما بحب التكرار، كثير بحب الجرأة باتجاه انه اقدم شيء جديد. كوننا عم نحكي عن المستقبل، بكل صراحة ما في حدا فينا ما بيخاف من المستقبل بشكل من الاشكال. في ناس بتخاف لدرجة الرهاب، في ناس تقلق قلق مشروع وطبيعي، في ناس بتجنح باتجاه الوحدة وبترافقها وخلص بتتوحد معه. انت من اي نوع فيهم؟ هلا اذا كان بالعمل الفني ما عندي هذا الشيء. بالحياة الشخصية اذا ذكرنا نحن ايام الازمة اللي احنا عاش الوطن، ما هربنا ولا خفنا ولا ارتعشنا، فما بالك بالحياة بشكل عام. الشيء اللي بخاف منه هو الوحيد، هو رب العالمين فقط لا غير. لكن الخوف اللي ما له طعمة وما له معنى، لأنه نحن البشر علينا أنه نكون نمشي على خطى ثابتة، يكون في عنا منهج نشتغل عليه، يكون في عنا مبادئ راسخة، مثل وقيم وتقاليد يلي هي بلش شوي المجتمع ينساها وحتى يصرفها عن ذاته. هذا الأمر جدا خطير بمجتمعنا هلأ عم نعيشه، خاصة أثناء الأزمة وما بعد الأزمة، أمر جدا خطير. فأنا ما عندي خوف وهلع من المستقبل. على فكرة لما بواجه أي أمر صعب بتوقع تماما رح يكون جيد. فأنا ما عندي يعني الأمل قائم بحياتي، طالما موجودة أمل معناتها في أمل. هلا جاي أسألك إنه في أمل إمتى بتقولي؟ طب حدا شكرا على العنوان اللي عملتوه للبرنامج. إن شاء الله يكون في أمل بكل شيء يا رب. تسلمي. ما جاي أسألك، قبل شوي ذكرتي حضرتك بسياق الحديث إنه سقف الحزن أنا وصلت له، سقف الحزن بفقدان أمك، بفقدان الوالد، بفقدان إخواتك والغالي.
مثل ما حضرتك بتسمي. عاد في شيء تاني يخوفك؟ أبداً. 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 ولا الشيخوخة لقدام؟ أبداً. ولا أبداً. أنا وحدة كثير بشتغل على الروح. الروح تتكلم. وحدة لما بدي أشتغل بعملي مثلاً لنفرض حوار، الحوار إذا ما أنا كنت حاببته وعم ضيف من روحي ما بقدر صور. هذا على صعيد العمل. بالحياة وحدة أنا ما بقدر أكذب على حالي، ما فيني أكذب على الآخر. هو العملية إلى علاقة بالروح فقط لا غير. النفس نعرف أمارة بالسوء، لكن الروح نقية. إذا رحنا باتجاه أنه نرتقي بروحنا لمستوى أن نحلق بالفضاء بين هالملائكة اللي موجودة حوالينا، وكل ملاك حامل رسالة، حامل بوست بإيده بده يقدمه، إذا رحنا بهذا الاتجاه تأكدي تماما رح نكون أجمل الجميلات. نوع من أنواع مصالحتك مع الوحدة هو انفتاحك على السوشيال ميديا اللي لاحظناه من فترة قريبة. لا والله أنا ما بدي كذب عليكي بهالقصة، غالباً بعيدة يعني نحكي شوي عن القصة. ما بدي كذب عليكي بالقصة، لأنه أنا يمكن آخر وحدة رحت على مجال السوشيال ميديا. أنا يعني متأخرة على الموضوع، لأني نحكى معي كثير بهذا الموضوع. أنا لأقول لهم لا، أنا وحدة ما بحب استعرض، ما بحب استعرض حالي يعني. فأنا انخفت ينفهم الأمر بأنه أنا حابة أعرض من أعمالي. لا مالك مضطرة حضرتك يعني أنه هاي القصة. بس شو اللي أقنعني بالنهاية؟ رغبة المشاهدين هي اللي شجعتني أكثر، لأنه لقيت في يعني في ناس بتحب تتابع، في تفاعل، في تفاعل مع الصفحة الرسمية مع القناة. وبشوفك على صفحتك بتردي على ناس، برد عليهم لأنه بحترم رأي العالم كثير. لأنه نحن لو ما رأي العالم، لو ما محبة الجمهور، نحن ما بنكون موجودين، ما بنكون موجودين 100%، ما فينا نستمر. فهذا الباب اللي نحن فتحناه هو باب بس مجرد تواصل مع المشاهد فقط لا غير. نحن بدنا نتواصل معك عبر كرت من هدول الكروت حضرتك حتختاري، موجود في بداية عبارة، المطلوب من حضرتك انك تكفيها بس. كفيها بركي ما بعرفها، ان شاء الله انجح. لا هي من عندك ان شاء الله انجح، يعني ما لها اختراع. من عندي. شو طلع لك؟ اخر كذبة كذبتيها كانت شو؟ اخر كذبة كذبتها بكذب كثير بس بكذب كثير. ليش؟ ليه؟ في بعض الناس ما بيحبوا الصراحة. بيحبوا انك تجامليهم. بس هلأ انا عندي هذا الامر شائك انه انا ما بقدر. تمام. هالايام تضطري انك تحكي كلمتين بس مجرد تمشي الامر يعني. انه انا بدي اخلص من القصة فما في حوار. رح اقول كلمتين وانتهى الموضوع. فمشان هيك عملك كذب ايام احيانا. اخر كذبة كذبتها على مين؟ اخر كذبة كذبتها على مين؟ كذبتها على السيدة والأخت يلي بتجي أسبوعياً لعندي على البيت لحتى تساعد معي بتنظيف أشيائي من البيت. تمام. شو لأنه أنا ما بسميها يلي بيسموها أنه تنظف البيت. لا هي أخت. الأخت اللي بتساعدني على تنظيف أشيائي وأوساخي من البيت. تمام. تنظف البيت. كذبت عليها وما قلت لها أنه عندي سفرة على لبنان. شو السبب؟ عم نشرب قهوة ما حكيت لها. بآخر جاني اتصال. بآخر القعدة عم نشرب قهوة أنا وياها، جاني اتصال قالت لي عندك سفرة، ليش ما خبرتيني؟ هي بتبصي؟ لا 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 مو أوكي قدامها إنه بالعادة بقول لها مسافرة الأسبوع الجاي لا تجي كذا. هذا فهي آخر كذبة كذبت وعاتبتني، والحقيقة حزت بنفسي إنه أنا ما خبرتها. الحمد لله على سلامتك، نورتينا. الله يسلمك يا رب. تسلمي. شباب نحن بدنا نسمع الست نادين اغنيه لفيروز، للسيده فيروز. حبيتك تنسيت النوم. يلا نسيت النوم
يا خوفي تنساني حامسني برات النوم تاركني سهران يا حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني حامسني برات النوم تاركني سهران أنا حبيتك حبيتك شرفتينا ست نادين خوري. تسلمي لي. انا بدي اتشكرك الفنانه والنجمه الرائعه امل عرفه يلي جمهورك كبير واللي موهبتك لسه لحد هلا ما ظهرت كلها. بدي اتشكرك حتى بالعمل اللي شاركت معك فيه بدنيا الجزء الثاني واللي هو من كتابتك، الحلقه اللي شاركت فيها انا والفنان فايز قزق. تمام. ترحيبك بهذا الموضوع، انت فنانه نموذج مختلف عن باقي الزميلات، كلامك شهاده كبيره، حبك، اخلاصك للعمل، تفانيكي، واكيد الجمهور ما بيحبك عبس. اول شيء تمتلكين صوت رائع، احساس رائع، حضور رائع، بتكتبي جميل، يعني شهادتك وبتمثلي جميل كتير، بس مو اذا في امل معناته الحكي عني. لا 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 بالعكس، والحقيقه فكره انه يعني يسموا العمل باسم في امل كثير ناجحين فيها، يعني هي تمام، يعني لايك، يعني تسلم. يعطيكي الف عافيه. تسلم. على الاستضافه، شكرا كثير، شكرا لمحطه لنا يلي اطلقت حديثا، بقول لهم مبروك، شكرا لدعوتهم الكريمه لحضور هذا البرنامج، شكرا للشباب والصبايا اللي عم يشاركوا معنا بهذا البرنامج، شكرا لكل العاملين بمحطه لنا، بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا رب. ونحن كمان بنتمنى لك التوفيق والنجاح بحياتك الشخصيه وبحياتك المهنيه، وناطرين المزيد وانتظار فيلم امينه. انطروني، ما رح اطول عليكم، بنلتقى الاسبوع الجاي بنفس الموعد مع حلقه جديده وضيف جديد من في امل. Bye.